ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين كيفاش تلقاو البلاغ ديال الديوان الملكي بأن المغرب والسبليون والبرتغال فازوا باحتضان كأس العالم 2030. إلا بغيتوا تعرفوا كيفاش تلقاو الخبر أجوا معايا. سيري بخير. الحمد لله خويا. كيفاش تلقيتي البلاغ ديال الديوان الملكي بأن المغرب والبرتغال والسبليون يعني فازوا باحتضان كأس العالم 2030؟ وحنا كنا كنتصادروا هذه أكثر من 30 سنة في 5 دورات، وهذه جات الدوره هذه بالانجاز ديال محمد السادس نصر الله تقريبا صار على الرياضه المغربيه. وخير دليل كتشوف ان شوف قطر كيفاش وصلوا للمغاربه، وشوف الفوتسال المغربيه كيفاش وصلات. هذا ماشي كيجي على الفراغ، كيجي على العمل، والعمل اللي قام به داك فوز القجع كنشكروه جزيل الشكر، لان فرح المغاربه وصلهم. تصور المغاربه تلحموا من شمال المغرب الى جنوب المغرب، خرجوا المغاربه فرحانين. المتنفس الوحيد في المغرب هي كره القدم، لانه المغرب ماشي دوله يلا بس الكره، سنين اعوام عندها كاين انجازات كانت خاصها تبلور، وتبلورات اليوم ما كانش عندنا غير الزهر الزهره، وتبلورات دابا والحمد لله على التنظيم. والمغرب بالنسبه تحت بنيه تحتيه غادي تقريبا في تصاعد تبارك الله. الوطيلات عندنا خاوين خصها يعمرهم. وتنظر ان احساس عادي حكم يعني المغرب يعني ما يعني بلد الحمد لله ولا الحمد مؤخرا عطى البلد العربي ولا الافريقي ان الحمد لله ولا المغرب ان افريقيا والعالم العربي يعني كاين وموجود. بالنسبه لتنظيم الشركه ما بين اسبانيا والبرتغال يعني عادي، كنا كنتمنوا ان المغرب ينظموا هو فقط، ولكن ملي جات هذه يعني حتى هي يعني فيها الخير على المغرب. سيرتو الحمد لله هذا الخبر هذا من الجانب الديوان الملكي كيبين على ان الحمد لله ولا الحمد سيدنا يعني كما دائما وابدا يعني كتلقاه هو السباق دائما اي حاجه اللي كتفرح الشعب المغربي وكتكون بالنفع. بالنسبه للتنظيم الحمد لله غيكون يعني تنظيم في المستوى، ويكون هذا الطبق هذا ان شاء الله اللي غادي يعني نعطيو للعالم درس يعني العالم في التنظيم ولا في يعني في جميع الانشطه ديالو. الاحساس انا قبل من هذا الاحساس ديجا الاحساس الاول ديال 2025 فرحنا، من ديجا ديال 2025 كاش افريقيا راه بالنسبه لنا واحد الانجاز كبير الحمد لله، وحنا موجودين الحمد لله بالنسبه للمغاربه كاملين حنا موجودين. هذا الشيء ديال الكؤوس اللي جا مرحبا به، وهذه ديال 2030 كاس العالم راه بالنسبه لي انا راه واحد انا كمواطن مغربي واحد الفرحه كبيره الحمد لله. لان اول حاجه بعدا كنشكروا صاحب الجلاله، هو الاول الله يشافيه لينا والله يخليه لينا، حيت هو اللاعب الاول ديال المغرب، الرياضي الاول ديال المغرب. وكنفرحوا حنا مغاربه الجاليه المغربيه كاملين كاع المغاربه اللي كاين في العالم كنفرحوا بهذا الانجاز، ونتمنوا من الله يكون خير ويكون انجاز ونوصلوا به، ماشي غير انجاز نوصلوا نديوه كاع ان شاء الله. لما لا؟ حنا شكون اللي كان معول على قطر؟ كنا كنقصروا كيف قال حتى ولينا وصلنا للعالميه، كنا مقصرين لنا. والله يخلي لنا ذاك المدرب سير والنيه درنا النيه الحمد لله، وهذيك سير هي قضات الغرض، وحنا باقيين غاديين الحمد لله تنوصلوا ل 2030 ويكون الكوب دي موند ان شاء الله في المغرب، ونكونوا مع السبليون وبورتيغال ان شاء الله كفريق واحد كدوله واحده.